رحل عن عالمنا المطرب عبده الشريف. إثر تعرضه لأزمة قلبية دخل على إثرها إلى إحدى المستشفيات بالمغرب قبل ساعات من إحياء سهرة فنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. تم نقل عبده الشريف إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء وهو في وضعية صحية حرجة جدا بين الحياة والموت نتيجة النوبة المفاجئة التي ألمت به بعد تعرضه لوعكات صحية متتالية خلال الفترة الأخيرة وقبل وفاته اليوم. كان من المترقب أن يعتلي المطرب المغربي خشبة المسرح بالمركب السينمائي من غار بالدار البيضاء مساء اليوم لمعانقة جمهوره من أجل إحياء سهرة فنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، وذلك بعد سنوات من الغياب. لكن الموت باغته وغادر دون الوداع الأخير لمحبيه. يعد عبده الشريف من أشهر الفنانين المغاربة الذين عرفوا بتقديم أعمال طربية وإعادة إحياء أغاني خالدة للجيل القديم، أبرزها أعمال عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، حيث كسب شعبية واسعة خارج المغرب بعد تألقه في الغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية، ولقبه الجمهور المشرقي بالعندليب الجديد وخليفة العندليب الأسمر. حرص العديد من نجوم الفن في المغرب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على نعي الراحل وتقديم العزاء لأسرته، ومنهم الفنانة سميرة سعيد ومدير العفاني وعصام الغريب.